سعادة الربان نبيل محمد بن محمد فتيني نائب أو مساعد مدير عام الميناء ميناء جدة التجاري. أهلا وسهلا فيك، منرحب فيك وبمشاركتك في النسخة الثالثة من معرض مراكاد والمؤتمر الدولي لمراكاد. السؤال الأول، انطباعك أول إشي عن المشاركة اللي حصلت لميناء جدة وعن كيفية المشاركة وكيفية الحصول على شرف نيل هاي الجائزة اللي هي بنقدر نقول أنه هي جائزة متميزة لأفضل معرض وأفضل ستاند على مستوى المعرض. الحقيقة في البداية ودي أشكر اللجنة المنظمة على المؤتمر على جهودها الفعالة اللي نتج عنها التجمع هذا. الشيء الثاني انه من الهيئة العامة للمواني خاصة وميناء جدة الإسلامي نحرص على حضور والمشاركة في هذه المؤتمرات والمنتديات والمعارض، لأنه بتغطي على محاور عديدة، منها التدريب، نعرف فين نوصل آخر متطلبات التدريب وفين وصلنا في عملية التسويق وفين، وعلاقات عامة خاصة لما يكون في خبراء من المنظمة البحرية الدولية، فنحن نحرص دائما على التواجد في هذه المناسبات. مشاركتنا نحن دائما نحب نكون متميزين في مشاركاتنا علشان نظهر المظهر الجميل. الحقيقة هي فكرة، والبوت شكله كمان تصميم جيد، شاركوا فيه الشباب كلهم، في النهاية طلب المنظر الجميل هذا. يعني مشكركم مرة ثانية على هذا التواجد الرائع والمتميز واللي أضفى بالنهاية لحصولكم على هاي الجائزة المتميزة، لكن بنفس الوقت احنا يعني بعيدا عن الجوائز وبعيدا عن التقديرات اللي انتم بتاخذوها بمجال التصميم، خلينا نحكي في عندكم اكيد تقديرات ثانية ممكن اصلا انتم تاخذوها بالمقارنة مع باقي الشركات في استعمالكم للأدوات الحديثة كهيئة موانئ متطورة، هيئة موانئ عند القدرة التنافسية الشديدة. بنفس الوقت عنا احنا كمان استعمال الادوات المبتكرة، خلينا نحكي لتدريب العمالة السعودية بشكل عام واضفاء العامل البحري او الطابع البحري على المؤسسة. شوف، في هذا الموضوع ودي اتكلم عن ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية، نحن كتحولنا من مؤسسة عامة للمواني الى هيئة عامة للمواني، هذا تحول كبير جدا ان شاء الله حيكون تطور في الاداء التشغيلي وتطور المواني. لما نكون نحن نتعامل باسلوب تجاري حيستفيد مننا الخطى الملاحيه، حيستفيد من المشغلين، حتكون في تطور ملموس ان شاء الله في خلال الفتره القادمه. المحور الثاني اللي هو ميناء جدة الاسلامي شغال على ماستر بلان، تحديث للهيكله، تحديث لكل متطلبات العمل في الميناء، وان شاء الله بعد الماستر بلان ما يكون حيز التنفيذ والاعتماد ان شاء الله حنقفز بالطاقه الاستيعابيه الموجوده، حتكون محط أنظار الخطوط الملاحية أكثر من موجود، حيكون في تطوير في عمل التسويق للخدمات. هذا الموضوع إن شاء الله حنستفيد منه. الشيء الثالث اللي هو المواني هي مؤشر للاقتصاد الدولة، تمام، وإحنا الحمد لله اقتصادنا كل يوم في مشاريع جديدة، إعلان عن مشاريع جديدة سواء سياحية اجتماعية اقتصادية، وآخر مشروع اللي هو أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على موضوع مشروع نيوم. هذه المدينة اللي حتنقل إن شاء الله السعودية والدول المحيطة بها والعالم إلى المستقبل، ونطلع إن شاء الله أن تكون المواني السعودية موجودة في نفس في قلب الحدث، تكون في مستوى التطور هذا. فإن شاء الله نحن متميزين في مشاركاتنا كلها إن شاء الله. صحيح، يعني المدينة اللي حضرتك تفضلت فيها واللي أعلن عنها سمو الشيخ محمد بالإضافة للي تفضلت فيه هي عبارة عن إضافة نوعية للمنطقة والعالم بشكل عام، يعني وإحنا نتطلع بشكل جدي للتعاون المشترك بالقطاع البحري أكيد، وخصوصا قطاع الموانئ البحرية، بأن نكون زي ما كان اليوم بوحدة من المناقشات أنه تعاون القطاع البحري بإنجاز وإنجاح مثل هاي المشاريع الضخمة اللي هي بتفيد العالم ككل وبتفيد المنطقة بشكل خاص. لكن بالنهاية هو سؤال ممكن نسألك إياه بالمقارنة مع باقي المؤتمرات والفعاليات اللي انتم بتحضروها، مؤتمر مراكاد بتميز بحضور عدد كبير جدا من الهيئات الكبيرة على مستوى الأسماء، من ضمنها منظمة البحرية الدولية فرضا، فالاي ام او وجودها ورينا وبعض الشركات الضخمة على مجال التدريب البحري والتطوير بالإضافة ل يعني الشركات الأخرى، شو أضفالكم أنتم، شو أعطاكم فائدة من خلال هاي المشاركة معهم؟
هو شوف احد مكتسبات ماركاد 2017 انه نحن نتواصل مع الاي ام او في هذه المناسبات، نعرف ايش اللي حاصل في جديد في المنظمة البحرية، نتناقش معهم في امور تهم المواني، تهم صناعة النقل البحري بشكل عام. مهم جدا انه تكون قريب جنب صاحب القرار عشان تعرف متى تاخذ القرار تكون مستعد له. هذه الامور كلها مرتبطة بعملية تطوير النقل البحري، تطوير النقل البحري ما هم مجرد معدات، كمان كوادر بحرية لازم لها تدريب، فانت المفروض ان تكون قريب برضه من المعاهد والاكاديميات عشان يكون عندك خيارات اوسع انك تطور العنصر البشري. فاستفادة الحمد لله موجودة، ولا ما كان شاركنا استفادة، لازم يكون يعني استفادتنا من الموضوع هذا لازم نكون حريصين عليها حتى يعني يتطور العمل في الميناء. بالنهاية سعادة الربان نبيل بن محمد فتيني، احنا سعداء جدا بحضورك وتشريفك انت والطاقم المتميز اللي كان موجود معاك اليوم، وان شاء الله في المرات والسنوات القادمة تكون فعالية على مستوى اكبر ويكون حضورك دائما متميز معنا، وجودك دائما بيضفي نكهة خاصة على مؤتمر زي مؤتمر مراكاد، لانه قطاع الموانئ البحرية هو قطاع حساس وقطاع ضروري، ونأمل دائما انه الموانئ بشكل عام وموانئ السعودية بشكل خاص والآن مع تشكيل الهيئة يكون في لها حضور أقوى في السنوات القادمة للاستمرار في التواصل مع معظم القطاع البحري. شكرا. أنا يشرفني وسعدني وزملائي إن تكرم الهيئة العامة للمواني ممثلة في منهج الإسلامي بجائزة أفضل مشاركة في مركاد 2017، وهذه الجائزة إن شاء الله تكون محفز للمشاركات القادمة. أشكركم وأشكر زملائي اللي قاموا بالجهد هذا. شكرا جزيلا لك وللزملاء الأفاضل، ويا رب إن شاء الله تكون سنة خير وسلام على الجميع وعلى دولنا العربية والإسلامية إن شاء الله. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. تحياتي. شكرا.